السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله، تفضل. بقول لك لو سمحت يا شيخ، حماية توفى وطارق كان ليه معاش. المعاش ده كان المعاش كان بيتوزع ليه 4 مستحقين، الابن القاصر والزوجة الأولى والزوجة الثانية والبنت المطلقة، تمام؟ أما ما حصل توفى الحماية، حصل اللي حصلنا على 3 شهور جنازة الوفاة، تمام؟ فدي توزعت توزيع شرعي. بعد كده حصل إن الزوج إن حصلنا على المفروض المعاش كان يتوزع للناس الأربعة دول المستحقين دول، فحصلنا على برضه 3 شهور تانيين منحة من الدولة. هل المنحة اللي من الدولة دي توزيع شرعي ولا توزع على المستحقين؟ المنحة جاءت مسماه أو غير مسماه؟ جاءت مسماه بال4 مستحقين. جاءت مسماه، فلمن سميت له؟ بارك الله فيك، تمام، شكرا يا شيخ، الله لكن يسلمك.